ليك هالشجر باباك مصلخ كله الشجر، فايدة المطعم، ليك هي محطة البنزين، ليك هي الحريق اللي من هون من قريب، هذا محطة البنزين هون. بس نحن أكتر شي كنا مكشوفين عليها، ما بعرف كيف الله خلصني، شو بعرفني، عجيب صار. لا إلي والله عجيب يا أخي، ليك هذا المحل تبعي هون كنت قاعد، ليك هالفوتوي السوداء كنت قاعد هون، ليك هون، ليك كنت قاعد هون. ها هو الدميت مش دميتي، هذا اللي كان معي يا حرام، انا كنت قاعد هون، ليك وين صار العفش جوا، ليك حبيبي وين صار الفوتوي، هاي الفوتوي قاعد عليها مطمت كله، مطمر المحل كله، حرام شو في خسائر عندك، حرام يعني. بس قلت له بدي اخذك على المستشفى، ركض ركضنا على السياره، طلع ما في سياره، طلع سيارتي مكسره انا اكثر منه.